أنا كتير مستحية، ما حدا من عائلتي معه هالمرض، ومشغول كتير 90% من النسوان بيتجنبوا من مرض السرطان. بعنق الرحام إذا حاله فحصوا حاله مبكي. مرض السرطان ببين بكير من قبل ما تشوفوا شو تغير بصدركم. منجرب بياخد وقتنا تنبين حلوين، طيب مبين حلوين شكلنا من برا، كيف بدنا نكون من جوا؟ فحص عنق الرحام في نتفي من الإجعيز مقابل كتير من الراحة. اختي طلع مع مرض السرطان بعنق الرحم وحكموها وصارت منيحة هلأ. يا عمي ليش الواحد بيستحي؟ ما لازم يستحي، كل واحد لازم مننا بيخلف وبيجيب أولاد لازم يروح يعمل فحص عن الرحم، وأنا كل سنتين بروح بعمله، فيها شي هالشي ما فيها شي. إذا انكشف مرض السرطان عبكير بتصحوا منه. بالنسبة لي أنا بحب روح الدكتور أم فحيص، لأني بحب حياة سعيدة، بحب ضل عايشة مدة طويلة، بحب ضل مع أولادي، وبروح بعمل الفحص كأني رايحة أشرب فنجان كوفي أو فنجان تي من الشوب. فتذكروا دائما أنه فحص سرطان عنق الرحم شيء ضروري وفحص ضروري. الفحص بياخد 5 دقائق بس يمكن يعطيك العمر كله. أنا برجع بقول أنه بالأول في نسوان كثير ما يروحوا يستحوا يقولوا في دكتور، بس هلأ صار في مرأة حكيمة وفي ممرضة فيها تعمل هالفحص، تعمل هالفحص عن الرحم، لأنه كل ما اكتشف المرض بكير كل ما قدرنا على علاجه، والطب والأدوية تطورت كتير. سرطان عنق الرحم هو ثاني أكثر أنواع السرطانات التي تصيب النساء شيوعاً في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك فهو أيضاً أحد أكثر أنواع السرطانات التي يمكن التجنب الإصابة به. بإمكان اختبار مسحة عنق الرحم أن يبرز التغييرات التي تطرأ على الخلايا التي يمكن علاجها قبل تطور الحالة إلى سرطان عنق الرحم، وقبل شعورك بالمرض أو شعور أي أعراض يجري الأطباء هذه الاختبارات دوماً، فهي جزء من العمل الذي يقومون به للمحافظة على صحة النساء لقد اعتدنا عليه، وليس هناك ما يدعو للحرج. عملنا يتضمن المحافظة على صحة الناس، وإجراء اختبار مسحة عنق الرحم للنساء هو بالطبع أحد الطرق التي يمكنك من تحقيق ذلك. أذهب لعمل الاختبار الخاص بي كل سنتين. هيدا الشيء كتير ضروري. فحص عنق الرحم بيساعد على كشف مرض السرطان بكير. أنا كل سنتين بعمل فحص. شكلي من برا مش مهم، إذا صحتي من جوا ما منيحة. إذا مارست الجنس مرة واحدة فقط يلزمك إجراء اختبارات مسحة عنق الرحم بانتظام، وهو لازم للنساء حتى سن 70. Okay. Is there anything else؟ تذكري أن اختبار مسحة عنق الرحم قد ينقذ حياتك، وعليه ففي زيارتك القادمة للطبيبة اطلبي إجراء هذا الاختبار. يمكنك أيضا طلب الاستعانة بمترجمة أو استحاب إحدى صديقاتك أو أحد أفراد العائلة معك. ستشرح الطبيبة الإجراء لك، ثم ستطلب منك الطبيبة خلع ملابسك الداخلية والاستلقاء على السرير. يلزمك ثني ركبتيك ووضع قدميك معا، وأثناء حدوث كل ذلك عليك الاسترخاء. تحتاج الطبيبة أو الممرضة إلى أخذ عينة من الخلايا الموجودة داخل عنق رحمك وإرسالها إلى حيث يتم اختبارها. يمكن وقف هذا الإجراء في أي وقت إذا زاد الإزعاج أكثر مما ينبغي، لكن عليك أن تتذكري أن ذلك يستغرق دقائق قليلة فقط، وستظهر نتيجة الاختبار بعد أسبوعين. سيلزم عدد قليل من النساء إجراء مزيد من الاختبارات، لكن بالنسبة لأغلبية النساء لا داعي للقلق بخصوص أعضائهن الداخلية لمدة 2 أخريين. دقائق قليلة فيها القليل من الإزعاج مقابل الكثير من الراحة. إذا بتقضي وقتك بتهتمي من جسمك من جوا بتعيشي قد عمري أنا. احجزي موعدا مع طبيبتك أو ممرضتك لإجراء اختبار مسحة عنق الرحم أو المزيد من المعلومات باللغة العربية، زوري الموقع الإلكتروني